الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تم تنظيم فعاليات اليوم العلمي الثاني لقسم البطنة بمستشفى سوهاج التعليمي، وذلك بحضور لفيف من الأطباء بالجامعات المختلفة. المؤتمر يأتي تأكيدا على استمرار ودور الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية في أداء رسالتها البحثية والتدريبية الرائدة في الارتقاء بمستوى الأطقم الطبية داخل وحداتها. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عبد الفتاح الدقيشي. تحت رعاية الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أقيمت فعاليات اليوم العلمي الثاني الذي نظمه قسم الباطنة بمستشفى سوهاج التعليمي بمشاركة كوكبة من أساتذة الباطنة بالجامعات المصرية، والذي يهدف إلى مناقشة الحالات الفعلية التي يناظرها أطباء الباطنة في حياتهم المهنية وكيفية التعامل معها علميا لتعم الفائدة، ويكتسب شباب الأطباء الخبرة من الأساتذة في التعامل مع حالات الباطنة الحرجة. أسعد بوجودي في المؤتمر الثاني للمستشفى سوهاج التعليمي كممثل للتأمين الصحي بسوهاج. إن دل بيدل على التكامل بين المؤسسات الصحية داخل المحافظة، سواء كانت مستشفى تأمين صحي أو مستشفيات تعليمية أو مستشفيات وزارة الصحة أو مستشفيات جامعية. كلنا هنا هدفنا واحد، بنخدم المريض. التأمين الصحي كجزء من المنظومة الصحية لا يتأخر ولا يتوانى عنه تقديم أي دعم للمريض. في شراكة بين التأمين الصحي والمستشفى التعليمي، في تعاقدات مشتركة بين الطرفين. وجودنا هنا بنحاول نذلل كافة العقبات بحيث تقارب الإدارات الصحية بنذلل بيها كافة العقبات اللي ممكن تواجه المريض. المؤتمر ده تاني سنة بنعمله على التوالي. ده مؤتمر عن أمراض البطنة، تمام، السوهاج التعليمي تحت شرف دكتور أحمد عز مدير المستشفى، دكتور عادل نائب المدير، ودكتور احمد فوزي نقيب الاطباء. وان شاء الله يكون يوم ناجح علميا، ان شاء الله يبقى ناجح ان شاء الله بوجودكم معنا ان شاء الله. اهم الموضوعات اللي هيتم مناقشتها يا فندم خلال المؤتمر؟ هنتكلم على امراض كثيره، الجديد في علاج امراض السكر، والجديد في امراض علاج القلب، وبرده عن امراض الجهاز الهضمي وجرثومه المعده اللي هي منتشره اليومين دول بسبب شهر رمضان الكريم. دور المستشفى السوهاج التعليمي دايما بجانب تقديم الخدمات الطبيه هو المشاركات العلمية، وده المؤتمر الثاني. كان المؤتمر الأول كان السنة اللي فاتت، الحمد لله تم بنجاح، وحرصنا دائما أن احنا نكمل المشوار، ونظمنا المؤتمر الثاني لقسم البطنة اللي بنستمد بيه وبنحاول بيه نمد بيه زمايلنا في أقسام البطنة على مختلف مستشفيات سوهاج بكل هو ما جديد في علم البطنة إن شاء الله. أهمية هذا المؤتمر من وجهة نظر حضرتك يا فندم؟ تقديم الجديد في علم البطنة طبعا، علشان يبقوا الأطباء في سوهاج بالذات كونكتد أو متواصلين مع الجديد في علم البطنة وأحدث أساليب العلاج. المؤتمر يهدف إلى الارتقاء بالممارسة الطبية وتبادل المعرفة مع مختلف الجامعات المصرية والمؤسسات الطبية لمواكبة أحدث النظم العالمية في مجال الممارسة الطبية. طبعا أهمية هذا المؤتمر أنه بيشمل تخصصات مختلفة، وبيخاطب فئة كبيرة جدا من الأطباء في تخصصات البطنة المختلفة، كارديولوجي وهيماتولوجي، يعني قسم القلب وقسم الكلى وأمراض الدم والجهاز الهضمي، أكثر من تخصص وأساتذة كتير وموضوعات علمية شيقة في البراكتس، في الممارسة العلمية الطبية الصحيحة. فالمؤتمر ده احنا حرصنا على أنه يقام في الفترة دي لتغذية النشاط العلمي وتحسين الأداء الطبي الموجود على أرض الواقع. ويعني إن شاء الله ده المؤتمر الثاني، ونرجو أنه يكون مفيد لزمايلنا وإخواتنا وأبنائنا من الأطباء الصغار. مؤتمر بتاع سوهاج طبعا، مؤتمر المستشفى التعليمي، مؤتمر قوي جدا، ومش أول مرة باجي سوهاج، يمكن المرة رقم 20. الندوة الأولية كانت عن أهمية الكلى وترصد أمراض الكلى. بالمناسبة بكرة هيبقى اليوم العالمي للكلى في مصر وفي العالم كله يوم 14 مارس. مهم جدا تعريف الناس بأهمية الحفاظ على الكلى، وإزاي بسهولة جدا بتحاليل بسيطة جدا أقدر أمنع تطور مرض الكلى إلى لا قدر الله الفشل الكلوي. المؤتمر كان فيه محاضرة عن مرضى السكر والكلى، ثم تعريف الناس بحجم مشكلة الكلى وإزاي نقدر نتجنبها، ثم علاج مرض الكلى في المراحل الأولى
قبل انها تتقدم باذن الله. مؤتمر ناجح وكالعاده في سوهاج العلم متوافر جدا جدا في اساتذه كليه الطب جامعه سوهاج ودكاتره المعهد الملكي المعهد القومي للكلى والمعهد القومي للمستشفيات التعليميه. نشرف بوجودنا في اليوم الثاني العلمي الثاني لمستشفى التعليمي. بصراحة بنبقى سعيدين جدا في وجودنا في وسط هذه الحراك العلمي الموجود. ده بيدعم أصلا دور التبادل الخبرات وتبادل العلم ما بين الجهات التعليمية المختلفة، سواء كان المستشفى التعليمي أو الجامعة أو المستشفى العام أو الهلال. دايما سعيدين بوجودنا معاهم، إن شاء الله بإذن الله يكون يوم مفيد، هيتم فيه تبادل كتير من المحاضرات والموضوعات العلمية المختلفة اللي بتخص وتدور في تخصص أمراض البطنة والجهاز هضمي والكبد. سعيده جدا بوجودي معاهم، وان شاء الله باذن الله مزيد ليهم من التقدم والنجاح والتوفيق وايام علميه تاني كتير. تابعنا مع حضراتكم اعزائي المشاهدين فعاليات المؤتمر العلمي الثاني الذي نظمه قسم البطنه بمستشفى سوهاج التعليمي. كنا معكم من داخل المؤتمر هند فوزي، وهذه تحياتي عبد الفتاح الدقيشي لقناه طيبه.